وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، وفقا لتوجيهات كريمة صادقة من السيد رئيس الجمهورية، لقد تقرر إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، جميع الطلاب وجميع السيدات فورا. والآن أبشروا بالخير، الوصل الليلة وصل إن شاء الله أهل سالم غانم، والما وصل إجراءاتنا مستمرة لإطلاق سراح الجميع، ونحن ساعون لعلاج المرض وليس العرب، وهو الخلاف السياسي، وسنعمل على إزالة الأسباب التي تؤدي للاعتقالات والاحتجاجات، وسنتصل بكل الأطراف دون فرز، ونعمل على صيانة حقوق الإنسان وإزالة الاستقطاب السياسي في البلاد لصالح دولة الوطن بإذن الله. إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، فالحوار والاتفاق والتراضي الوطني هي الأيسر، وهي سبلنا لمواجهة المستقبل، وها هي أفراح الوطن وستتوالى لتمحو الأحزان، وفي سبيل السودان تهون المحن، فالمزايا في طي البلايا والمنن في طي المحن. وهذا القرار الكريم رسالة ولها ما بعدها من القيادة لمواطنيها الكرام، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ولنجعل التعافي والتصافي بيننا سنة تمثلا بأم الجنة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، ولا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب، والله أكبر ولله الحمد، والسلام عليكم ورحمة الله. عدد المعتقلين اللي أطلقوا سراحهم اليوم وفوق 80 معتقل من كل السودان، كل السودان هو من كل القوى السياسية، كل القوى السياسية من كل أول شيء فورا الآن هيطلعوا كل السيدات من كل القوى السياسية، هيطلعوا كل الطلاب من كل القوى السياسية، وهيطلع الموجودين هنا في صديق الصادق النهضة هي تم اليوم بحمد الله تعالى تم إطلاق سراحنا كسجناء رأي وضمير، ونحن في نهجنا وإيماننا القاطع بأن الخط القومي الوطني هو الحل الأمثل لقضايا الوطن، وإننا كنا وما زلنا نؤمن بأن قضايا الوطن يجب أن يشارك في حلها جميع أبناء الوطن. ونحن منذ البداية تمسكنا بالشرعية وبالدستور وبالقانون، ونبهنا بأنه نتجنب أي عمل غير دستوري وغير قانوني، وبالتالي أيضا قدمنا في مذكرات عدة لإخواننا في السلطة بأننا الآن الوطن محتاج لجمع صف أبنائه وتبحيث كلمتهم، لأنه الآن المرور المرحلة التي يمر فيها الوطن في اعتقادنا أن الوطن في أزمة حقيقية، وأن هذه الأزمة لا يمكن أن تحل بواسطة حزب أو حزبين، وأن حلها يكمن في جمع صف كل أبناء الوطن ليتحملوا مسؤولياتهم الوطنية لإخراج وطننا من هذه الأحوال. نحن سعداء لأننا اليوم تم الإفراج، ونرجو أن يتم الإفراج عن جميع السجناء لأنهم جميعا سجناء رأي وضمير، وسجناء الرأي سجناء الرأي والضمير لا يحاكمون المسلمين. والآن أنا أعتقد بأن هنالك فرصة
واسعة وسانحة بأن الجميع نجلس حول طائرة المفاوضات في الحوار الشامل بكل حوار الشامل وبكل متطلباته، أن ذا المخرج الوحيد أن نخرج بلدنا من هذه الأزمة، وأن السجون وأن المعتقلات لا تحل قضايانا، جربناها سنين عدة ويحق نلجأ الآن إلى الطرق المثلى لنجد حلول سلمية لقضايا الوطن. وشكرا لكم. إذا نقلنا لكم جانبا من الفرحة التي عمت المباني أمام بوابة سجن الكوبر القومي، هذه الجموع الكبيرة التي أتت لرؤية ذويهم المخرج عنهم اليوم من المعتقلين السياسيين، بحسب ما أعلن مساعد الرئيس السوداني أنه تم إطلاق سراح جميع الطلاب والمعتقلين السياسيين. هناك تنقل من عدد الأهالي لأبنائهم الذين لم ما كان الولاد العاق